الحظر هو للصالح العام اصلا، يعني لانه هذا الوباء منتشر وموجود، وحتى قررت شريعة الإسلام فالحظر موجود، موجود اصلا يعني حتى بالشريعة، لكن تبقى ثقافة المواطن اصلا. القوات العسكرية مؤدية واجبها بصورة صحيحة ومحترمة للمواطن، فالمواطن تدري انت من يشوف احترام يعني يقدم كل خدمة لل يعني يجاوب بها الجهة الثانية، فلذلك احنا ممنونين منهم، يعني احنا جدا نشكرهم، واهل المنطقة كلهم يحترموهم بصراحة. التعامل جيد جدا وبشهادة المواطنين، ويعني الوضع الأمني هنا مستتب ماكو شيء إن شاء الله، وإحنا ملتزمين بحظر التجوال والتعليمات وزارة الصحة، وإن شاء الله الله يبعد هالغم عن أهل أمه. ونحن متواجدين هنا في السيطرة ونقوم بتسهيل مرور المواطنين، وفي وجود حالات إنسانية نقوم بتسهيل مرورها وإيصالها للمكان المراد بالتعاون مع بعض القطعات الأمنية الموجودة في القاطع، وتوفير الأمن والحماية للمواطنين في فترة حظر التجوال وقبل فترة حظر التجوال. تعامل حسب الضوابط المعمول بها بانسيابية، وتعرف أنت يعني مثلا أيام الحظر أكو أشخاص يعني مستثنين من هذا الشيء، يعني الموظفين، الولادات مثلا، الحالات الإنسانية، المنتسبين،